نعود لك بعد شوية طبعا لنكمل احنا وياك بقية الاطباق لليوم الخميس 26 كانون الاول. انا بقول لكم انه عندكم بعد 4-5 ايام بس لتفكروا كيفكم تنهوا هالسنة، تخلصوا منها وتبلشوا سنة كتير حلوة 2014. تواصلوا معي عبر صفحة الفيسبوك عالم الصباح، وين سهرانين ليلة راس السنة، بالبيت او برات البيت؟ انا ناطر كل جوابكم. الاغلب عم يجيبوني بالبيت فينو عم يقولوا لي لحالهم، ليش سهرانين لحالكم؟ على كل حال شو في معلمة اليوم ورح تكمل كمان الميك اوفر اللي عم تحضره كانت مع ضيفتنا، شو في؟ صباح الخير لما. صباح النور وميري كريسمس. يعطيك العافية، ميري كريسمس. نعم عليك. الله يكون عليك منيح. ايه الحمد لله، مع العائلة، مع الأخوات، مع مع الكل. مع الكل. مع كل العائلة، وبعدين نعم. ما خصك تعرف شو عاملة على راس السنة. شو عاملة؟ ما بخبرك. سوا؟ صار سوا؟ لا بفتكر كمان بالبيت. كمان بالبيت. هلايا يعني كنا مستنظرين الثلج، لا أليكسا ولا ماليكسا ولا حدا ولا يورجو. ما فيش حدا. ما نفعونا، كنا اجوا سخنين. كله ساخن وكله ما اجى لعنا. فعلا اليوم رح نكفي حديثنا اللي كان امبارح. حكينا عن أمل عشي اللي ربحت معنا الميك اوفر. اخر واحدة، اخر شخص ربح معنا ميك اوفر، وحبينا نقدم لها لكريسماس توتال ميك اوفر، يعني شعر، ميك اب، تظبيط حواجب، بعدين قدم لها موستاش قطعة للعين، يعني من البابوج للطربوش ابدا مثل ما بيقولوا. هي الكلمة. راح نشوف نحن وياكم عن جديد، بس هديك مش مثل امبارح، امبارح حطينا لكم هيك كم لقطة، اليوم رح نشوف كل الميك اوفر يلي صار عند ميشيل ليون، هير اند بيوند مع ميشيل ليون يلي غير لها شعراتها لأمل كليا، خلينا نشوف سوا هالريبورتاج. يلا. مثل ما شايفين أنا كتير طبيعية، إن كان بلون شعري أو بلون حواجبي. وأنا بحضر لما كتير على تلفزيون المستقبل، وتحمست أنه غير وجدد بلوكي، فقررت أنه زبط شعري وغير شكلي لحتى أحس بالتجديد ودي راحة نفسية أكتر. كلكم تتذكروا أمل طلعت معي بعالم الصباح، نحن حبينا ربحك هلأ على عيد الميلاد ريل ميك أوفر، يعني شعر، ميك أب، أحواجي. على كل نحن عن ميشيل ليون بفيردان، طبعا ميشيل اللي هو رح يقوم بعملية الميك اوفر، رح ننتقل لجوا على غرفة العمليات ونسأل ميشيل شو بده يعمل مجزرة فيكي. هيدا لون بكبرة، انا بالنسبة لي هيدا لون بكبر، مش لأنه في شاب اللي لازم ينعمل للمدام هو انه يتفتح لون شعرها لحتى يعطيها شوية جلو اكتر لوجهها، شوية لو لايت، شوية داركر هاي لايت، انه من طفي الوان ومن فتح الوان لحتى يعطينا شوي شانجمان، وهيدي الكومبينيشن بالالوان هي اللي حتعكس على لون وجهها وتظهر لنا لون الموجود اوريدي هو بوجهها. ناخد لون متماوج ببعضه، نعم، ما يكون مبين الخصل من وين ظاهرين، ما بيطلعوا ملطوشين ابدا. صرنا للقص. ميشيل انا رايي اللي انا منها كثير طويله، نقص اول شيء الطول لوين؟ للكتف. هيك بتقولي؟ شو رايك انت؟ انا بقول اطول شوي. اطول شوي؟ هلا برغم انه فيها وجهه نظر انه ما في كثير طول وما لازم يكون الشعر فيه كثير طول، بس فضل يكون متخطى حدود الكتف بالطول لحتى اذا عملنا ويفي ولا شو ما نعمل ستايل ولا ما قدرت تعمل براشنج يضل طوله مرتب ومانجبل، يعني قادر اتحكم فيه. ميشيل هلا وصلنا للميك اب، مثل ما شفت التغيير جذري، بس الميك اب اكيد يكون ان شاء الله. بعد نهار كتير طويل خلصنا بالميك اوفر لأمل العشي، شعر، ميك اب، حواجب، ريزلت طالع كتير حلو،
انتم رح تشوفوه ورح تشوفوا البيفور اند افتر. انا بدي اشكر كثير فريق عمل ميشيل ليون يلي فعلا اليوم انجز شيء كثير كثير حلو. النتيجة رح تشوفها مباشرة. اشتغلتوا فترة طويلة على اشتغلنا فعلا يعني وقت نبلش الميك اوفر الناس بتفكر انه يلا عملنا ميك اوفر او شو بدها هيدي اللي شو بدها. لا قعدنا وبتذكر من الساعة 11 يعني حرام امل انصلبت بكل معنى الكلمة من الساعة 11 لساعة 5 بفتكر ضلينا لانه شعرها كتير غامق شعرها الاساسي هي مش دقرته وهذا الحلو انه بينشغل على شعر نظيف فيرجن هير فشعرها غامق اوريدي كثير ما بيلبق لها نفتح لها كثير. هلا انا طبعا قلت لها انه بعد فتره بدي زد لها الشعر بدنا يعني بدي سميه شعر هو شتان عسلي شوي شوي. انا اللي بحبه فيكي بكل حلقه بلتقي انا وياك بتحكي عن الشعر كانك مستقصديني يعني اللي كان مرة الماضي حكيتي عن الموضة الرجالية انا سوري دايما عم بتسائب معي جزاء وكلهم شعر طويل وغرة هيك انه برجع بذكر انا عندي شعر بس انا بحلق تذكير بهالموضوع جوزيف شعره عابي وكيرلي كان بس لحتى هو عم بيجير الموضة فنحن صحيح الشعر صحيح صحيح فنحن مش مستقصدينه بس شعرات امل فعلا شعره طويل ودايما بالميك اوفر تذكير بسيط ولازم كل وحده تعرف هالموضوع اذا بدنا ننتقل من الغامق للفاتح ما بننتقل بفرد ضربة يعني نص شعرنا بيبقى عند الحلاق لأنه شعر الغامق اللي يصير فاتح هون بيتعب الشعر مش العكس يعني تغميق الشعر كتير هين تفتيحه صعب ودايما أفضل نعمل تفتيح الشعر بمراحل يعني ننتقل شوي شوي ننزل حتى ما يحترق لما يحترق ويضاين لبعدين انه فينا نخدم 5 دقائق اللي قلتي الاسهل انه يكون غامق وتفتحي ولا فاتح وتغمقي لا اسهل نغمق الفاتح من انه نفتح الشعر الغامق اوكي بعد ما خلصنا هي الحفله انا عم شوف انه شعراتي ظابطين ظابطين قد ما هزينا كلمه نقنعه لجوزيف انه مش الحل هو بلا شعر بعد ما خلصنا الشعر رحنا عند مستاش اللي هون كتير مشكور حب يقدم له فستان للعيد لنكمل ميك اوفر ميرسي كتير لمستاش ولبلال اصحاب المحل وهلا رح نشوف نحن وياكم كيف تم الاختيار لقطعه يلي نقتها امل عمل معنا اليوم مش بس انه عملنا ميك اوفر للشعرات ما لازم نورجيهم للناس دغري كنا بس ماشي الحال عملنا ميك اوفر للشعر عملنا ميك اب بس حب مستاش يقدم لها كمان كادو للميلاد تفضلي بدي شو ذوقك شو رايك بهيدي هي كثير حلوه بس هيدا اللون لإلك ماشي امل ماشي على الكتالوج يعني كحلي مع ازرق مثل ما كل الناس بتلبس أزرق مع طلعي البني أنا رح نقي بهالوقت كمان كم قطعة وخليها هي تقيسه كتير حلو نوقف على المراية هيدا سبورتي لوك بدنا نضعف في 3 كيلو بدهم شيل بس هيدا ستيل انت بوتيت فام ما بتلبسي شيء كبير ولا شيء ضخم نلبس دايما بليزرز بهالطول كل شيء قد جسمك طيب انت عندك ما بعرف هلا بدنا ننقي قطعه بس بدي اعرف بدك اياها مثل ما كنت عم بحكي انا اول ما استقبلتك للعشاء مثلا دينا دو نويل او شيء سبورتي ما عنده مشكل شو بتفضلي؟ دينا دو نويل دينا دو نويل عمر ليتس جو petite robe dîner de Noël Oh là là هاي الوقفة ليش اوكي نوقف هيك دايما اجر قدام التاني اوكي اجر قدام التاني واذا مديتيها لقدام بتبيني اضعف بالصور دايما وقفي جنبي هيدي اول شغله فستان كتير حلو انت بوتيت فام عندك كتير تقسيم بجسمك صح بس في عنا هون اكسترا
اخ شحام زبده ما بعرف شو باستا بالليل. وان تو ثري اولالا قالت حلا يلي ساعدتنا ولا اخدم وقعدي ورق خدها بسرعه ما تخليت بي. حلا قالت لي هيدا الشيء اللي عم تلبسه كتير حلو. ليش حلو كتير؟ اول شيء ظهر لك صدرك، شفتي هاي الفتحه نحفك عطاك. ما تنسي مش لابسين لاجان ولا شيء، بدك تعتبري حالك لبستيه. وطوله كتير حلو. اندو تروا سولي اه سولي سولي بقوه حلو كتير. سالي تو المون سالي تو المون. اوكي سنه دارج هيدا كتير حلو. بيدو كوك بيدو بول كل شيء. ها خلينا نشوف شو نقت امل. اوكي يعني ما عرفني على امل. لا امل صباح الخير امل. بونجور امل. مبروك نيو لوك. ميرسي سيم تو يو. بونجور حبيبتي. بونجور كيفك؟ امل قلت لك رح تلبسي الفستان نرفع كتفنا نبلع بطننا وبنمشي ستريت دايما. تعبتي ولقيتي امل ها؟ ايه اكيد. انت شو رايك بحالك امل بيفور اند افتر؟ يعني وقت اكيد انت عندك صور كيف كنتي ورح نشوف صوره نحن وياكي ورا جوزيف. هاي امل بيفور اند افتر. تعليقك؟ ما بقى تغيري. جوزيف تخلص تبعي. اكيد ما بقى اغير. شو حسيت؟ كثير حلو وكثير اكلا. اوكي. وبينعش يعني بحس في واحد شيء تجدد. لقيتي حالك اكثر مع انه كنت عم تقول انه انت على طبيعتك عايشه. كنت على طبيعتي. هلا لقيتي حالك اكثر. هلا حسيت انه لازم غير. اوكي. يعني جاوبت على السؤال رويدا، رويدا كانت عم تقول لي ليش ما فكرت قبل تعمل هالشيء؟ لانه هي بتحب فكره انه كل شيء ناتوريل. نعم. هو الاضبط. ما انا بقول لهم اكيد يعني ربنا مثل ما خلقنا. لاحظ التغيير انتم بتحسوه بسيط، اخذ 8 ساعات التغيير لحتى ما ننزع لون الشعر. فتنا بالبني يلي طرالها وجه اكثر، عطاها اكلا مثل ما قالت. نعم. عطاها نعوميه لوجهها، والاهم انه زبطنا الحواجب كمان بلا ما نعمل هالتاتو يلي الساحره والسيوف وما السيوف وحروب وعرفت كيف. انا ما بحبه ابدا. وعبينا الحاجب بطريقه كثير حلوه. وامل ضلت امل، يعني اذا بتشوفوها مش رح تقروا اسمها لتعرفوا مين هي. يعني كونكلوجن انا بقول لك شغله، حطي خبزك للخباز ولو اكل نصه. ميرسي. يعني كيف اذا ما بياكل نصه؟ مليون بالمية. انا بتصور انه الميك اوفر هو نطلع الاجمل شيء فينا لبرا. نعم. نخبي اللي اقل جمالا، لانه برجع بكرر هالشيء، ما حدا مش حلو بالحياة. يعني أنا بقول كل إنسان عنده جمال، بس بدنا نعرف نطلع لبرا يلي أفضل شي فينا. ودايما ننتبه أنه ما نلحق الموضة، نلحق يلي بيلبق لنا. لأنه بالنهاية أنت عم تعمل الموضة، إذا بتلبسي قطعة بتلبق لك إن شاء الله نفسها على 10 سنين حيضلوا يقولوا لك شو كان حلو اللي لبستيه يا أمل، وهي بتكون لبسي قطعة فينتج عندها بالخزينة من كذا سنة. بس تعرف يعني الواحد يعرف شو يلبس، الالوان تلبق له، موديلات تلبق له. وين بتطلعي بالشخص اول ما تشوفيه مثلا؟ وقت شفتي امل اول ما شفتيها وين بتطلعي؟ بجسمها، بوجهها، بشعرها، بشو لتبلشي تفكري وين بتروحي؟ باكج. نعم. جوزيف طلت الانسان قدام العالم باول 30 ثانيه بتكون 70% من رايك فيه. هاي مصيبه كمان. مشان هيك اذا عندك انترفيو اول مره، عندك لقاء مع حدا، كيف طليت على شخص ضروري يكون كتير مزبوط، لأنه لتمحيله هالفكرة من رأسه بدها تاخد كتير وقت. يعني هالشي كتير مهم، يلي بده يعمل انترفيو شغل، يلي بده أي لقاء أولي بده يكون كتير مدروس ومركزين على نبين very natural neutral. مش ضروري ورجي أنه أنا فانكي بحب أرقص على الطاولة تعملي وبتغيري لما؟ لازم انا اعرف وين انا باي لقاء. نعم. انا وكون ماشي مع موقعي. طب بتعملي موديل معين وبترجع بتغيري لانه بتكوني غلطتي بنظرتك؟ ما حدا معصوم جوزيف، مش بغلط. اوقات في ناس يعني لاحظ امل منيح سؤالها كثير محله. امل من النوع يلي التغيير فيها كان جذري، يعني لاحظ
حتى هي صارت لابسه شخصيتها جديده بغير طريقه، ما عادت حزينه، ما عادت تركي حال، ضحكت للصوره يعني حتى بالصور اللي ستيل بتشوفهم. هلا اول ما شفتها انا عارفه انه ما لازم يبقى شعرها غامق، وعملته هيك لانه اكثر شيء همي انه الشعر ما ينتزع. ديفينتلي رح يبقى الباز مثل ما هو، بس كمان بدي مثل ما قلنا بدنا نفتح بعد بدك تتابع يعني بدك تتابع اكيد طبعا. وممنوع شو نرجع لورا بالعكس معلمة لقدام. طيب تغيرتي اللوك، تغير شيء بكاركترك، حسيتي انه صرت تحكي بغير طريقه، تمشي بغير طريقه، يعني تغيروا هالقصص معه؟ شو قالوا لك الناس؟ انا بحب اعرف هلا انت بدك تقولي. كلهم حبوا اللوك الجديد، حبوا شعراتي، حبوا اللون، حبوا الكوب كمان، واكيد انا ما راح اتغير من جوا لانه انا كاركتري بضل هو، بس برافو. كشكل اكيد الواحد يعني بواكب الموضه واكيد اللي برحله. انا بحس اذا غيرت بلا بتغير من جوا لمس، عندي ثقه اكثر بحالي. عندي ثقه بحالي قبل وهلا وكمان على طول يعني فعلا. عندها ثقه بحالها رهيبه جوزيف، وقلته اكيد اللي بحب يغير بحس حاله مبسوط، بيصير هو بحس حاله غير شكل. مظبوط. امل كاركتيرها اللي جوا بكلمتين صار لابق لشكلها اللي برا. لانها كثير على الموضه هلا صارت لابقه اكثر مع حالها، صارت لابقه اكثر مع حالك. نعم ثانك يو لك امل. ميرسي كثير. لما ثانك يو لرد نشوفك يوم الاربعاء من هلا بقول لك هابي نيو يير. وينتظروا في مفاجاه من عالم الصباح لكل المشاهدين بيوم راس السنه، شو بتوعوا بكير لكن المشاهدين بريك قصير، بعدها بنعود للمتابعه مع زودياك واتصالاتكم المباشره مع كارمل. ما تتركونا، خليكن معنا. سؤال فيسبوك بقلكن وين سهرانين راس السنة، بالبيت أو برات البيت؟ جاوبوني، أنا رح أتواصل أنا وياكن.